السلام عليكم جميعا، معكم لمون بلامس. اليوم نسوي ريفيو على معالج طبيعي اورا كوسميتكس. عندنا موديل شعرها وسط، مو بناعم مو كيرلي مرة او مو بخشن. اول خطوات غسلنا الشعر زبونة أو موديل أو أي أحد تسوونها على كلاريفاين شامبو أو الشامبو أطفال. بعد تنشيف 80% أو 90% على الأشعة في الحادي الحين، بعد توجية الأورا هير تريتمنت، معالج أورا. نقسم الشعر على حسب كثافة. الحين نسوي 2 على قدام، وحطيت الكليبس على ورا حبة، ونبدأ توجيه المعالج أورا. التوجيه المعالج أورا جميعا، انتبهوا على فروة الرأس، لازم بتكون هو سنتي او نص سنتي بعيد من الجذور او فرط الراس، عشان ما بيطلع لكم القشرة الشعر او اذر الفروة الراس. لان في موديل او في ناس في زبونة عندهم حساس على فروة الراس، فلازم بتكون على سنتي. بعد تمشطين وتسوون هتدليك خفيف، عشان بتكون توزيع 100% نوزع في كل شعر. مثل تشوفون جميعا بعد توجيه، انا دائما اسوي تمشيط زيادة عشان المادة تدخل على الشعر. وبعد ما خلصنا توجيه المادة أورا كوسميتكس أو معالج طبيعي، نخلي على الشعر أو المادة في شعر مدة نص ساعة. بدي نبدأ التنشيف أو استشوار. هذه قلبته جميعا، مثل تشوفون أورا تريتمنت لونه أسود، فدائما مع البشور عشان بتكون طريقته أو طريق استخدام خطوات الاستخدام. فنخلي نص ساعة أول شيء، بعدين نبدأ التنشيف. الحين نسوي تنشيف من الاستسواء. طبعا الهواء بتكون على الوسط حرارته، مو حر زيادة مو بارد. انا دايما طريقتي تنشيف بتكون على
80% أو 90% على حسب نوع الشعر. بعدين نبدأ الاستشوار. مرة ثانية عشان نبدأ الاستثمار. متى تشوفونها جميعا اللي طريقتي دائما أخذ كسل صغير عشان بيطلع الاستثمار تماما. والهنا نسوي استسوار كله جميع الشعر. بتشوفون بعده بتكون ان شاء الله على سيراميك. فهمت تشوفون جميعا بيطلع لنا الدخان لما استسوار. شوفوا كيف يطلع الدخان. بس هذه ثاني مرة جربت على المعالج أورا، لكن أول ما صورنا شيء. وخلصنا استثوار. الحين نقسم الشعر مرة ثانية عشان بتكون نبدأ السيراميك.
استخدمت سيراميك اللي هو الأمازون كيراتين، حرارته 300 فوق على حسب النوع الشعر. بدأت كسر صغير صغير ونعيدنا كم مرة على حسب برضو على نوع الشعر. خليكم معنا جميعا عشان نشوف بعد سيراميك أو نتيجة معالج أورا كوسمتكس. خلصنا سيراميك ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه نتيجة معالج أورا. هذه تجاربنا جميعا على معالج طبيعي اللي هو أورا كوسميتكس مثل صافتو اللي العلبة أسود مكتوب عليها أورا تريتمنت. وهذا الموديل مرتين استخدموا المعالج أورا في شعرهم مع أختها، فما شاء الله تبارك الرحمن الشعر ملمعة مثل تشوفون الحين. فإن شاء الله جميعا يجيبكم خطواتي أو طريقتي بالمعالجة الأورا أو نتيجة معالجة الأورا. إن شاء الله لا تنسون اللايك سبسكرايب and comment share also for your friend عشان إن شاء الله بتشوفون كمان النتيجة أي معالجات نسوي ريفيو. في هنا في لاموغلام هنا، وعندي كمان انستغرام نفسه لاموغلام. شكرا جميعا، لا تنسون توديع أو اشتراك وتنصرونها في أصدقائكم على قناتي لا